يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه قضاء من رمضان وعندما شرع في القضاء جامع زوجته، هل عليه كفارة شهرين متتابعين أم عليه القضاء فقط؟ عليه التوبة إلى الله، لأن هذا حرام، قطع القضاء حرام، وعليه قضاء اليوم، أما الكفارة فليس عليه كفارة، إنما هذا في صيام رمضان. نعم.